بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثالنا الآن هو let the PDF f of x equal to x تكعيب على 4 where the x belong to omega والomega equal to x such that the x greater than 0 less than 2 and let a a1 equal to x where the x greater than 0 less than نصف and the a2 equal to x such that the x greater than 1 less than 2 b2 subset of omega. يعني ال a1 وال a2 هما subset من الاوميجا اللي هما من 0 الى 2. الان مطلوب مني me find the probability of a1 intersection a2 or وأيضا probability of A1 union A2. الآن الحل، زين نريد نجد الآن probability of A1 intersection A2. خلي نشوف الـ A1 intersection A2 شي يساوي لنا. هذا هو real line، مستقيم الأعداد الحقيقي، وهذا عندي نقطة الصفر وهذه عندي نقطة الاثنين. فتعريف المتغير x هو من صفر إلى 2. هذا كله شو نسمي هذا المدى؟ هذا نسميه الأوميجا. نشوف الأيوان منين معرفة؟ من صفر إلى النصف. هذا هو إذا قلنا هذا يمثل عندي الواحد، هنا من الصفر للنصف هذه هي الـ A1، هذه الحادثة A1، والحادثة A2 معرفة من الواحد للاثنين، وهذه الحادثة معرفة من الـ A2 من الواحد للاثنين. إذا نشوف أنه الـ A1 مستقلة عن الـ A2، يعني الـ A1 ما تتقاطع ويا الـ A2. إذا نقول since الـ A1 intersection A2، شنو التقاطع اللي بيناتهم؟ يعني هل ان A1 تقاطع لـ A2؟ ماكو اي تداخل، اي تقاطع بيناتهم، يساوي لي فاي. اذا الـ probability of A1 intersection A2 equal to الـ probability of فاي، وانا معروف عندي قاعدة الـ probability of فاي دائما equal to 0. ليش؟ لانه تقاطع هنا من هذا الرسم انه الـ A1 intersection A2 تقاطعهم، هذا الـ A1 intersection الـ A1 intersection الـ A2 يساوي لي فاي، يعني ما بيناتهم عناصر مشتركة، ماكو تقاطع. إذا الآن الـ probability of A1 intersection A2 راح يساوي لي 0. بهذا نستنتج أنه المطلب الأول انجز من خلال انه الـ A1 intersection A2 يساوي لنا فاي. المطلب الثاني مطلوب من يمي الـ probability of A1 union A2، وهذا إلى قانون عام راح يساوي لي الـ probability of A1 plus probability of A2 minus probability of A1 intersection A2 ناقصا احتمال التقاطع. هذه قاعدة عامة. الآن الـ probability of A1 A2 قلنا هذا يساوي لنا 0. إذا راح يبقى عندي الـ probability of A1 plus probability of A2 ناقصا 0. الـ probability of A1 واضح عندي. الـ probability of A1 هو عبارة عن تكامل من الصفر للنصف، يعني probability of A1 سوري خلي أضيف قاعدة أخرى، هذا شي يساوي لي probability of X belong to A1 plus probability of X belong to A2. وهذا قانون، بما ان التوزيع عنده مستمر، اذا هو التكامل راح يكون عندي من صفر الى نصف، والداله مالتي
هي x الدالة شكل الدالة x تكعيب على 4 dx plus the probability of x equal to a2 يعني تكامل، والa2 هي معرفة من الواحد للاثنين، إذن الa2 من واحد إلى اثنين، وحدود التكامل عندي والدالة هي عندي x تكعيب على 4 dx، وهنا راح تكون عندي القيمة سوري الآن تكامل 1 على 4 يطلع عندي خارج التكامل، وتكامل الاكس تكعيب راح يصير عندي الاكس اس 4 على 4 وحدود التكامل من 0 الى نصف بلس ايضا الواحد على 4 خارج التكامل، والاكس تكعيب هنا راح يصير عندي تكاملها راح يصير عندي اكس اس 4 على 4 وحدود التكامل عندي هنا من الواحد إلى اثنين. الآن فقط نعوض واحد على أربعة وحدود من النصف راح يصير عندي نصف نصف أس أربعة مقسوما على أربعة ناقصا صفر، لما نعوض بالإكس صفر راح يكون عندي صفر بلس واحد على أربعة والاثنين اثنين اكس اس 4 يعني راح يصير عندي 2 اس 4 على 4 ماينس 1 اس 4 على 4 راح فقط نبسط المقادير ونشوف ايش قد يساوي لنا سوري الان هذا المقدار نصف اس 4 يعني راح يساوي لي 1 على اذا سحبنا الأربعة ويا الأربعة 1 على 16 بقت عندي هنا نصف اس 4 يعني 1 على 2 اس 4 يعني 1 على 16 مضروبا في ناقصا صفر ينتهي عندي هذا المقدار، ايضا اسحب الأربعة من المقام هنا راح يصير عندي 1 على 16 مضروبا في 2 أس 4 يعني 16 ماينس 1 أس 4 1 يعني 2 أس 4 2 في 2 في 2 في 2 يعني 2 في 2 4 في 2 8 في 2 16 ونبسط هذا المقدار هذا راح يساوي لي 1 في 1 على 16 يعني 1 على 16 تربيع خلينا نكتبها بهذا الشكل بلس هنا راح يصير عندي المقدار 15 على 16 حتى نطلع النتيجة مالتهم راح يكون هنا عندي 16 تربيع من المقام من واحد المقامات هذا نضربه ب 16 إذا راح يصير عندي 1 بلس 15 في 16 طبعا هذا الواحد نطلع النتيجة مالتهم إذا ممكن استخرج قيمة ال 15 في 16 نشوفها ايش قد تساوي راح يساوي عندنا 1 زائد 240 راح يساوي لنا 1 زائد 15 في 16 راح يصير عندي 240 مقسوما على 16 تربيع 256 والناتج راح يصير عندي 241 على 256 وبهذا يكون وصلنا الى نهاية حل هذا المثال وبنهاية هذا المثال تنتهي الأمثلة الخاصة بالمحاضرة الثانية من مقرر الإحصاء الرياضي
اللي هي ضمن محاضرات البي دي اف والسي دي اف، فإن شاء الله نلتقيكم في محاضرات